ديروه للولائم تاعكم للعرضة ولولادكم. هذه هي هنا نجي نرفد لكم طرونشا كيما راكو تشوفوا. شوفوا البولي تاعنا كيفاش يجي بالطبع. وقلت لكم بالنسبة للفرماج استعملوا فرماج يكون شايد روحه. هذه هي هنا واش راح نديرو، حبيبة تاع البطاطا ماشي بالعانيب، بطاطا طرية وما شاء الله. نسقطوهم شوية بتاع الجود روتي كيما راكو تشوفوا، والطبق تاعنا راهو واجد. وبالطبع شوفوا البطاطا تاعنا كيفاش تجي بنينة مع هذاك الدجاج، الفيونداشي طايب، الفرماج. وبصحتكم. السلام عليكم ومرحبا بكم دائما في القناه مع شيف نحمد للطبخ. ان شاء الله كامل تكونوا ملاح وبصحه جيده. الوصفه تاع اليوم راح تكون خطيره، راح نديرو بولي فارسي بالطبع. الفيديو اللي كنت درته لكم وشرحت لكم كيفاش اديزوسي، كيفاش ديروا لافيونداشي تاعك، كيفاش تفرسيوها وتجي بالطبع. اليوم ديسيديت نوري لكم كيفاش طيبوها ونرفقوها مع واحد البطاطا اللي راح تكون متبله ومفوره. والاساس في هذا الفيديو شنو هو؟ كيفاش تخرجوا جو دو روتي تاع الكويس ولا تاع المحمر ولا تاع الفارسي كيما تاع المطاعم. هذه هي راح نعطيكم جميع الاسرار ونوري لكم الخطوه باش لاصوص تاعكم شوف كيفاش تخرج ما شاء الله كيما اللي لقاوها في المطاعم او احسن من بعض المطاعم. هكذا راح تسقوا الدجاج تاعكم والبطاطا والبولي هذا بعد ما يطيب راح تقسموه دي طرون، شويه بطاطا شويه لاصوص. وبصحتكم. قبل ما نبداو الفيديو ما تنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. هكذا مباشره راح نعرفكم على مقادير الوصفه وطريقه التحضير. بسم الله على بركه الله. كيما راكم تشوفوا هنا اول حاجه واش عندنا؟ عندنا البولي فارسي تاعنا. البولي فارسي نتوما الا شريتوه من برا راح نوري لكم الطريقه، والا حبيتوا تخدموه في الدار رانا درنا لا فيديو تاعه. واللي مازال ما شافش لا فيديو تاع البولي فارسي نخلي له الرابط في صندوق الوصف هكذا يشوف البولي. هذه هي اللي يقدر يخدموه في الدار يخدموه، اللي يشريه واجد يشريه واجد. حنا واش راح نديروا له؟ راح نديروا له لا غارنيتور اروماتيك باش نخرجوا جدروتي شابه ما شاء الله. في لا غارنيتور تاعنا واش نحتاجوا؟ حبه تاع بصل تكون مقطعه، حبة تاع زروديه، زوج حبات تاع طوماطيش، حبة فلفل احمر، عندنا زعتر، رند شويه تاع معدنوس، فصوص تاع الثوم. هذه هي لا غارنيتور تاعنا. هنا واش راح نديروا لها؟ فلفل كحل، فلفل عكري، والملح، شويه تاع الزيت. هذه هي باش نخرجوا لا مارينا تاعنا والصوص بالطبع. هذه هي المقادير، نجوزوا مباشره الى طريقه التحضير. اذا كما راكم تشوفوا هنا اول حاجه راح نجيبوا البلاطو تاعنا اللي راح نطيبوا فيه، نحطوا فيه جميع المكونات لا غارنيتور تاعنا. دوكا واش راح نديروا؟ نرفدوا البولي تاعنا، شوفوا شحال يجي شبيب ما شاء الله. نحطوه لهنا كيما راكم تشوفوا، وهنا كيما راكم تشوفوا راح نجيبوا هذاك الملح، فلفل كحل، والفلفل العكري. نديروا حوالي نصف كاس تاع الزيت كيما راكم تشوفوا، ونبداو نرموا في التتبيله تاعنا بهذه الطريقه هكذا. صدقوني انه الوصفه هذه راح ديروا بها حاله للعائله تاعكم. هذه هي اذا كيما راكم تشوفوا دوكا واش راح نديروا؟ راح نشعلوا الفور تاعنا. الفور تاعنا لازم يكون سخون اوموا نص ساعه من قبل. درجه الحراره راح تكون ما بين 200 حتى 220. دوكا حنا اللي عندنا الفور تاع الغاز نشعلوه من تحت، نخلوه يسخن مليح، نطلب نحطوا البولي تاعنا في الفور ونخلوه يطيب ما شاء الله. دوك بعد ما يتكتك حوالي 20 دقيقه 25 دقيقه الا شتوه من تحت نشف، كاس تاع الماء ترمو هنا باش نخرجوا هذيك لاصوص. ابري 45 دقيقه تزيدوا تضربوا طله، لقيتوا الماء مخصوص تزيدوا كويس ماشي بالعاني. السويعه تضربوا طله ساعه و20 دقيقه، هذه هي المده. ساعه ونص راح تلقاو البولي تاعكم طايب، لافيونداشي تاعكم داخل طايبه بالطبع. هذه هي ندخلوها في الفور ونعاود نولي لكم. اذا كما راكم تشوفوا هنا نجو البطاطا تاعنا اللي راح نرفقوا بها الدجاج. هنا نخيروا حبيبات على البطاطا كيما كانوا، صغار متوسطين كيما راهم، ما رانيش رايح كامل نقطعهم، نخليهم حبيبات حبيبات. اول حاجه نوجدوا القدر تاعنا راه معمر بالماء، نخلوه يسخن مليح. الكسكاس تاعنا نحطوا فيه من تحت شويه زعتر شويه تاع الرند. هنا عندي توابل فلفل كحل، فلفل عكري، شويه راس الحانوت، ثوم، وشويه تاع الزيت كيما راكم تشوفوا. نخلطوا كامل التوابل تاعنا مع الزيت. وهنا واش راح نديرو؟ راح نبداو نفرغو فيها اعلى البطاطا كيما راكو تشوفو هكذا كامل. اذا كيما راكو تشوفو هنا ميلونجيتهم كامل وتبلتهم. دوكا واش راح نديرو؟ نحطو كامل الحبيبات تاعنا في الكسكاس كيما راكو تشوفو.
بالنسبه للبطاطا راهي في الكسكاس، التتبيله تاعنا تطبقها هنا دوكا. واش راح نديرو؟ من نفرغوها شنو؟ باسكو كان نفرغوها راح تعاود تسيح في الكسكاس وتجي في الطبسي. واش نديرو؟ القدر تاعنا نحطو البطاطا تاعنا، عندما نحطوها نفرغو فوقها كامل هاد لا مارينيد، باش لا مارينيد هادي كي تجي فوق البطاطا ومن بعدها راح تقطر. وين تقطر؟ تقطر في الماء اللي يكون يغلي وتفور به. راح تعطي لكم واحد الريزلطه، واحد البنه، واحد النكهه ما شاء الله. هنا نديها تفور بعد ما تطيب، نعاود نولي لكم. اذا كما راكم تشوفوا هنا، بعد ما طابت الدجاجه تاعنا قلت لكم الوقت راح تشد لكم ساعه ونص تجيب بالطبع طيبه وما شاء الله. وبالنسبه للبطاطا تاعنا راح تفور حوالي 25 دقيقه تلقاوها واجده وما شاء الله وبنينه. جربوا هذه البطاطا بالطريقه اللي قلت لكم عليها، شوفوا عندما تدخلوا الموس تلقاو البطاطا تاعكم طايبه. هذه هي البطاطا اللي كنا نحوسوا عليها، هذه هي. دوكا بالنسبه للدجاجه تاعنا واش نشوفوا؟ الجدروتي تاعنا كيفاش يجي، صدقوني غير احسن من تاع المطاعم هذاك اللي تلقاوه بولي روتي. شوفوا كيفاش يجي، علاش؟ باسكو حنا درنا له الخضره، ما راهوش غير زيوتي وتوابل، فيه الخضره. دوكا بالنسبه للجدروتي واش نديروا له؟ حذاري انكم تجمعوا هاد الجو هاد الخضر وتميكسيوها بالميكسور. لو كانت ميكسيوها راح تولي لكم كلي راح ديروا كيما يقول لك حساء سوب دو ليغون، فهمت؟ هذاك الخضر راح ياثروا على الجو. واش نديروا؟ نحكموا الكسكاس تاعنا، نفرغوا لاصوص بالخضره، نعبزوا هذيك الخضره ونخلوها تقطر. هذا مكان ولا شابو شينوا. شابو شينوا انا ماشي متوفر عندي، بالنسبه للناس اللي تعرفوا عندها اللهم بارك، اللي ما عندهاش نهار نشري شابو شينوا نوري لخوتي وخياتي العزاز. هذه هي دوكا الجويجه تاعنا، واش راح نديروا؟ نمقص، نحي لها كامل الخيط تاعها. الجو تاعنا راح نعصرو قلت لكم في الكسكاس، نستف في الطبسي تاعي ونجي نوري لكم كل حاجه في النتيجه النهائيه. اذا كما راكم تشوفوا هنا خوتي خياتي الاعزاء، وصلنا للنتيجه النهائيه. البودي فارسي تاعنا راه واجد طايب محمر، شوفوا بعد ما قطعتو دي طرونش ستفنا هذيك البطاطا ماشي بالعاني، وجد روتي البنه تهبل. هذه هي، ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، كان خفيف ظريف عليكم، ديروه للولائم تاعكم للعرض ولولادكم. هذه هي، هنا نجي نرفد لكم طرونشه كما راكم تشوفوا. شوفوا البولي تاعنا كيفاش يجي، يجي بالطبع. وقلت لكم بالنسبه للفرماج استعملوا فرماج يكون شايد روح. هذه هي، هنا واش راح نديرو؟ حبيبه تاع البطاطا ماشي بالعاني، بطاطا طريه وما شاء الله. نسقوهم شويه بتاع الجدروتي كيما راكم تشوفوا، والطبق تاعنا راه واجد. وبالطبع شوفوا البطاطا تاعنا كيفاش تجي بنينه مع هذاك الدجاج، الفيونداشي طايب، الفرماج. وبصحتكم ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. اهنا مبقاني نقول لكم غير بقاو على خير وتهلاو في روحتكم. الى اللقاء مع وصفات جديده، السلام.